السلام عليكم خوتي خواتاتي، تبارك الله عليكم. نتمنى يكون كل شيء في صحة جميلة ان شاء الله. كما كتلاحظوا الحيط هذا عندي شي ديال الطراس والمطراسين، هذا لي طاجيرات اللي كيجيو مرافعة اللي كيجيو الدخلة ديال الباب، الدخلة ديال الباب وكيجيو في الدوج. كما لاحظتوا ان الطالة هادي انا عملو فيها جوج، وكاينة واحد اللي هم وواحد الفوق، يعني ربعة. شفتوا هاد السيجور هذا الدخلة ديال الباب كيفاش خدمناها، ومازال ان شاء الله يا ربي تشوفوا التفاصيل ديالها في اخر فيديو، تشوفوا كيفاش نزيدو نوضح لكم الطريقه ديالو، تشوفوها فين هي. ما عندما كانت راسي المربعات ديالي مستطيلات فيها يجيو لي طاجيرات، غادي نعملو ديك لي طاجيرات اللي يجي فيهم سبورتاس وكيجي فيهم الحجر، كيعطيهم منظر، تنزل فيهم ديكوراس وبزاف الحاجات يعني كيستافدو منهم الناس مع هاد لي طاجيرات. لانو هاد لي طاجيرات هادو ضروري خصو يكون الحيط كابوتشينو. شنو معنى كابوتشينو؟ خصو يكون مضول. بعد ما قطعنا بالديسكو لاحظتو ديك التقطيعة جاتني في الصالية وجنبت شوية، لحقاش مخصوش يجي في الصالة، خصو يكون الحيط ضوء مضوبل بحال هاد الشكل هذا، باش ملي كنزولو الصفحة الأولى ديال الحيط كتبقى لنا الصفحة الثانية وكنخدمو عليه بحال هاد الشكل هذا. كيخصو يكون عاو الكابلي ديالو مدوز من قبل بحال هاد الشكل اللي كتشوفو في الصورة. الكابلي اللي شنو كتجي واحد السبورطة كتجي في وسط ديك إيطاجير. ومن بعد كنبداو نغلفو، كنقادو المسائل ديالنا ديال الحاشية والميزان والركاب، يعني كنقادو أول حاجة كنبداو مع المرحلة هاد. قلنا الإخوان هذا اللي كان الحيط مبني على لاجورة وحدة راه ما يخدمش، خصو ضروري يكون جوج ديال لاجورات يعني دوبل يعني كابوتشينا باش كيخدم. وكنمشيو مع بحال هاد الشكل هذا، كنغلفو أول حاجة بلايك، كيكونو عندنا التراسوس عليه كنمشيو، كنمشيو معاهم ضريبه ضريبه، كنمد بوروشون في لاص باش كيجي داكشي صحيح ومش ما كيتزعزعش. كنضربو الركاب ديالنا، كنقادو على حساب النزله، باش اي حاجه كتنزله كتجي مقاده وكتجي هي هادي. كنضرب الطرف الاولاني ومن بعد كنضرب الطرف الفوقاني عاوز. الطريقه ديال الخدمه ديالهم سهله، تبعوا معنا وتشوفوا كيفاش الانسان كيقدر يستافدوا معنا. اللي باغي يخدمهم يستافد معنا ويشوف الطريقه كيفاش كنخدموهم. بالنسبه للمبتدئين اخوان، الناس المبتدئين اللي مازال بادين، شوفوا الطريقه ديال التركيب، لحقاش نقدر واحد الساعه يطلبوها لهم الزبائن ومالين الديار، وشوف الطريقه كيفاش كنخدموا. كذلك مالين المنازل، يعني كاين بنادم عنده هاد حيط كابوتشينو وما كيستافدش منهم، يعني ما كيكونش عنده هاد الفكره هادي، ولهذا حنا اي حاجه كنخدموها كنشاركوها معكم، باش بزاف ديال الناس كيديو فكره، والحمد لله بزاف ديال الناس كيديو افاده من هذه القناه كيستافدوا منها. يعني كتكون عنده دار وباغي يعني افكار، باغي شي حاجه يعني اللي هادي وكيستافد منها. مثلا من دابا فوق الانسان يشوف عنده هاد كابوتشينا في الحلايده، يعني يعمل هاد ايطاجيرات ينزل فيهم ديكوراسيون، ينزل فيهم وكذلك يعطيو حتى منظر كيزينوا الدخله ديال الباب. وشفتوا معنا كيفاش هو يعني كارو ديال النظر، خصو يكون داكشي بلومو ميزان واقف والركاب. ودابا المرحله اللي كنتركبوا فيها الحجر، يعني غنركبوا واحد الديكور ديال الحجر داخل في النوب باش يعطي واحد الجماليه. كنزبق العجنه هي الاولانيه، ماشي بحال اللي كنعملو دائما، لحقاش الا عملنا العجنه في بياسه كتجي فيكس، يعني بياسه بغيت داخلها تسرق ديك العجنه وبياسه ما كتساعدش في الدخول. يعني خصنا نعملو العجنة هي الأولانية في الحيط وعاد ندخلو بياسة ديالنا خاوية باش نتحكمو فيها ونمشي داكشي بسلاسة ونمشي داكشي على ما يرام. كما كتلاحظو الأعمال خدامة في جوج ديال الإيطاجيرات، الإيطاجير الأول والإيطاجير الثاني. من بعد ما كنعملو العجنة كنشارجيو العجنة مزيان، كنجيبو بياسة ديالنا اللي هي هادي كما شفتو راها كتدخل مزيرة شويش، يعني إلا كان فيها العجنة تقدر تهرق، تقدر ترو نتا داك الريطون مي يجي خطن. اما اذا لا كتحكي بياسه في داك العجنه مزيان كتمشي معها بحال هكذا وكتجي امور ناضيه. المهم الاخوان، هذا هو الشكل ديالنا اللي كيجي. مازال غتشوفوا فيني هذا الايطاجيرات كيفاش كيجيو، وغتشوفوا لمحه كيفاش غيكون، غنوريكم حتى واحد اللمحه كيفاش كيكون هو مسالي وسبورت.
شتو لي طاجير ديالنا الاخوان ملي تفينا كيفاش ترجع، يعني كيجي روعة في المدخل ديال الدار، كينزلو بزاف ديال الديكورات تقدر تنزلو فيهم يعني كتحتاجو. وغادي قلنا نشوف نوريكم واحد اللمحة، خليكم هنا تن اخر فيديو باش تشوفوا واحد اللمحة كيفاش كيكونوا مركبات سبورطا ديالهم كلشي.